النسبة الأكبر من الأطباء بين الدول العربية هم الأطباء السعوديون القادمون من المملكة. هم ليسوا طلاب علم ومعرفة فحسب، بل ويقدمون خدمات لكندا، وهي البلد التي تعاني من نقص في الكادر الطبي البشري. في كل كندا في حوالي 700 طبيب مبتعث من السعودية لكندا عشان يكملوا التخصص الدقيق. في كثير منهم موجودين هنا في مونتريال وخاصة في جامعة ماجيل، حوالي 200 إلى 215 طبيب. طبيعة العمل هنا يختلف، أتوقع ساعات أطول هنا والشغل تقريبا ما ينتهي. شيء ثاني، الأجواء هنا أصعب، لا من ناحية جو العمل صعب. أنا صار لي تقريبا الآن هذه سادس سنة لي الآن. So we've had a very pleasant experience with the Middle East. لدينا تجربة ممتازة مع أطباء من الشرق الأوسط لا سيما السعودية، فهم أطباء محترفون وتلقوا تدريبا جيدا في بلدهم. عام 78 من القرن الماضي، أي قبل نحو 30 عاما ويزيد، كان عدد الطلاب من السعودية 347 طالبا، منهم 186 طالب طب. منذ الثمانينات كان هناك أكثر من 2000 طبيب سعودي تخرجوا من كندا وحصلوا على شهادات الزمالة الملكية. تتحمل مسؤولية كاملة عن جميع، يعني من ألف إلى الياء، عن المرضى وأحداث المستشفى، في المناوبات، العيادة، تنظيم العيادة، تسيير الأمور كلها. يعني الاحترام للطبيب السعودي في كندا احترام كبير جداً، لنا أولوية في كثير من المقاعد بجدارة الطبيب السعودي، ما هو ليس بمثلا بمقاعد محجوزة مثل ما نسمع من بعض الناس أو كذا. نتسابق مع بعض الكنديين في كثير من التخصصات. ليس فقط الأطباء الرجال، بل هناك أيضا طبيبات سعوديات يدرسن ويعملن في المستشفيات الكندية. بصراحة ما عمري واجهت أي تعامل متغير عن أي أحد تاني بسبب أني أنا مسلمة أو متحجبة أو أي شيء زي كذا أبدا. الأطباء السعوديون في كندا لا يتلقون أجورا من الحكومة الكندية مقابل ممارستهم العمل، بل يتلقون مخصصاتهم من الحكومة السعودية كباقي المبعوثين. سعد السيلاوي، العربية، من مقاطعة كيبك، مونتريال.